السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على كل متابعي الكرام. النهاردة هنقول خبر مؤسف عن الفنان جميل سمير صبري. الفنان سمير صبري تعرض لوعكة صحية، وده أثر انفعاله، وتبين أن الفنان سمير طبعا تعرضه لأزمة قلبية، وصرح بده مصدر مقرب من الفنان سمير صبري. وبعض المواقع حابة تعرف السبب أو تشخيص الأطباء للفنان سمير صبري، بس صرح أحد أقاربه المقربين من الفنان سمير صبري إنه بعد مهرجان السينما قال الفنان سمير صبري إنه ما تكرمش خالص ولا من أي مكان تم تكريمه، وأكد إنه ليه 130 فيلم وكلهم أفلام كويسة، وقال إن هو لا يستطيع تقييم أعماله الفنية ولكن سعيد بمسيرته المهنية والفنية، وكمان أكد إن هو بيأدي بطريقة كويسة، وفي كلام كتير جدا انفعل وهو بيقوله عن عدم تكريمه من أي جهة، وقال إن هو من مؤسسين مهرجان السينما، وقال إن هم ناسينه، وأكد إنه لا يضع التكريمات أمامه ولا يهتم بها، والتكريم بالنسبة له هو تذكر الجمهور لأعماله الفنية، وقال إن هو أسس مهرجان القاهرة السينمائي وتوقع تكريمي لأن الجائزة الكبرى بالنسبة لي ليا هي إعجاب الناس في الشارع بأفلامي، ومحبتش شغل المسلسلات علشان التطويل، وأشعر إن موهبتي تحققت أمام ميكروفون الإذاعة وما زلت ليا برنامج في الإذاعة. وصرح المصدر إن ده في تصريح لأحد لقاءات الفنان سمير صبري، وانفعل بعدها وتم دخوله المستشفى في وعكة صحية، وقال إن هو اتأثر جدا إن مفيش أي حد كرمه زي بقية الفنانين اللي بيتكرموا على أعمالهم، وشايف إن هو تكريم الفنانين هو عامل أعمال هو كمان ويستحق إن هو يتكرم عليها. وسأل ناس كتير جدا من جمهور الفنان سمير صبري عليه، وحب يعرفوا تشخيص الدكاترة اللي كشفوا أو الأطباء اللي كشفوا على الفنان سمير صبري، وكمان نجوم كتير جدا زاروه في المستشفى بعد سماع الخبر وتمنوا له بالشفاء العاجل. وبالنسبة لينا احنا كلنا بنحب الفنان القدير سمير صبري وبنحب أعماله، ورجاء الدعاء ليه بالشفاء العاجل. ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده، وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل خدمة الجرس علشان يوصلك كل جديدنا.